بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هناك شاب في النصرية، الشاب هو مهندس محمد عثمان، توفى أول أمس في النصرية، شاب في سن 24 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يقبله عنده وأن يتقبله. لكن أنا أقول لشباب النصرية، أما أنا لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. النصرية أكثر منطقة أخذ منها شباب في هذا السن. جمعة، فاكرين جمعة؟ أسامة بتاع العربية التناية، شباب كثير جدا من النصرية في هذا العمر. أحمد شعيب، كان أحمد الشيخ أحمد شعيب سنه أكبر. فالنصرية كل يوم يلتقط منها شاب. فأنا هذه رسالة لشباب النصرية، أما أنا لنا أن نترك مقهى الخمس شجرات وأن ننطلق إلى الطاعات والعمل الصالح. النصرية أكثر مكان يأمه الناس انتفاعا بالعلم والعمل الدعوي، وأكثر الناس وأقل الناس انتفاعا بموقع النصرية للأسف شباب النصرية. فيهم شباب فيه خير، لكن أنا حينما أتكلم في النصرية أنا أتكلم في أكثر من 3000 شاب، طلبة جامعيين وناس مثقفين وناس من مجتمع أفاضل وناس أصولهم طيبة نحسبهم على خير. فأقول لهم، ثم أقول لمن الشباب الحاضر من النصرية معنا هنا، أقول لهم أنتم على ثغر، والنصرية والعمرية بل والدنيا جميعا تنتظركم. فشباب بشدوا حيلهم، وأنا ما قلت هذا الكلام وما دفعني له إلا والله حبي إليكم. لأني أنا أمس رأيت صورة الأخ مع بعض الشباب على الفيس، وأنا كنت أريد، أنا كنت ذاهب لزيارته، غير أني لم أوفق قبل يوم من وفاته، وكان كلمني أحد الإخوة لزيارته، غير أني ما وفقت قبل وفاته، غير أني أقول للشباب أنتم فيكم خير. وأنا أثق إن والله العظيم أنا بقول كده، والكلام ده قلته كثير جدا للشباب النصرية. أنا بقول للشباب النصرية بالذات، أقول لهم والله العظيم النصرية، لو إن شباب النصرية شاب ولا اثنين ولا ثلاثة من شباب النصرية، ربنا عجل وفقهم في سن الجامعة للاستقامة والسلوك الطريق، أقسم بالله سوف تكون النصرية منارة للخير والصلاح وللتقوى لمعدن الناس فيها. ناس أغلب أكلهم حلال، ناس عندهم أدب وعندهم من الديانة وعندهم من السلوك الحسن والأخلاق الحميدة. فهذه وقفة يجب أن يقف عليها كل الشباب وشباب النصرية، وكذلك كل الشباب. بقى أنت لما تيجي في العمرية حتقول للشباب العمرية اتقوا الله عز وجل. فؤاد الهواري، حازم بتاع قشوع، فلان الفلاني كانوا معنا وبيننا أخذهم الموت. في كل مكان، في الكبلات الأخ مستور عليه رحمة الله، في برج العرب الأخ توفى، أخ كان يحضر معنا الدرس، الأخ اسمه أحمد عبد الحليم، كان شاب 17 جزء، ذهب للبحر مات منذ أيام. الأخوة في كل، الأخوة في الجلاء، الأخوة في 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 العمرية، الأخوة في ضواحيها. فالشباب يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم، ونحن جميعا يجب أن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمحمد عثمان وأن يرحمه وأن يتقبله وأن يصبر والديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.